Ouais, t'as vu, aujourd'hui c'était un bon match. Hein. Ouais, cool, mais bon, est-ce que t'as fait les devoirs en arabe? Moi? Bah, bien sûr, parce que je veux pas avoir des points rouges. Quoi, c'est noté? Bah, ouais, logique, vaut mieux pas être en retard. Ok, let's go. Vas-y. Vas-y, mets-toi derrière moi. Ouais, vas-y. Bonjour, monsieur, j'ai fait mes devoirs. Moi aussi, monsieur. L'humain de ce que l'on a vu le Farnsi. Est-ce que تفضل يا بوبي. نعم يا أستاذ. أهلا، اسمي بوبي وأنا تلميذ من مدرسة ديكارت في قسم ثالث. فعلاقتي مع اللغة العربية هي علاقة صعبة، لأنني من بداية دراسة هذه اللغة في سنة الخامسة لم أتعلم اللغة الفصحى والقواعد. في الحين أنا أمام صعوبات كثيرة، ولكن هذه لغة بلادي، فلنسبة لي لغة أم. فلما أنا أمارس لأن أتعلم هذه اللغة الأساسية في المجتمع وفي المستقبل، فلما أيضا سأقدم اللغة العربية في البروفي. شكرا يا بوبي. نعم، تقدم يا إسماعيل. نعم يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى. اسمي مندول إسماعيل وأنا تلميذ في قسم الثالث في ليسي ديكارت. علاقتي مع اللغة العربية هي لغة الأم. أنا أحب هذه اللغة، لكن لدي الكثير من الصعوبات كالقراءة والكتابة، لكن أريد أن أتعلم هذه اللغة لأنها لغة الإسلام والقرآن، وإنها ستكون جد مهمة في المجتمع المستقبل. لهذا سأقدم عربية للبروفي 2019. شكرا. شكرا يا إسماعيل. شكرا أستاذ. هل فهمتم قيمة اللغة العربية؟ نعم نعم أستاذ. شكرا لكم.